عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ومعانا النهاردة فيديو جديد وخبر جديد، بس ياريت قبل ما نسمع خبرنا منساش نعمل لايك وكمان نشترك في القناة عشان يوصل لنا كل جديد من الفيديوهات ان شاء الله. خليكوا دايما فاكرين ان هنا وبس هتلاقي كل الاخبار الجديدة، فلا تدور ولا تحتار، ادخل على القناة على طول وانت هتعرف كل خبر جديد. خبرنا النهاردة اولا مبروك لكل الاهلوية، الف مبروك وهارد لك لكل الزملكاوية، وتتعوض ان شاء الله في مرة تانية. وطبعا بعد فوز الاهلي النهاردة، واحنا عارفين طبعا ان كريم فهمي واحمد فهمي متعصبين جدا واهلاويه قوي قوي قوي، فبعد ما اتفرجوا على الماتش خدوا والاهلي كسب، خدوا بعض بالاحضان هما الاثنين في لقطه جميله جدا. كان كمان بيومي فؤاد موجود ورانيا فريد شوقي وباقه كبير وحسام غالي، كابتن حسام غالي، باقه كبيره جدا من النجوم والفنانين كانوا بيتفرجوا على الماتش مع بعض. واول ما الاهلي كسب كله هيص يعني اخر هيصه، وكمان حصل احتفالات و من اللعيبه في في الاستاد. Not too much. Thank you and thanks all fans for the support. Inshallah, next time we'll be better again. Inshallah. في حجرات اللعيبة، اللعيبة احتفلت بفوزها على نادي الزمالك، ألف ألف مبروك للنادي الأهلي. وبكده خبرنا يكون خلص خلاص، ونشوفكم فيديو جديد وحلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.